مصعب ايضا له راي في هذه المناسبه الطيبه. بعدين هذا الهرم ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله عز وجل الذي جمعنا هذه الليلة في هذا المكان الطيب المبارك، وبداية أشكر المنظمين الذين يهتمون بهذا الحدث على مستوى القرية، وفي مقدمة ذلك مشايخ القرية الذين لهم بصمة واضحة في كل مناسبة بحضورهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامهم بالجانب الرياضي والاجتماعي والثقافي وكل ما يهم شؤون القرية من أجل دفع أبنائها إلى مزيد من العطاء والنشاط. وهذا يحث شباب المستقبل على أن هناك رجال وأعين تهتم بهم وتحرصهم وتنمي ما لديهم من طاقات وإبداعات. فنتمنى جميعا أن نكون على مستوى الحدث، أن يكون الحضور في مثل هذه المناسبات، يكون الحضور يعني أكثر من هذا العدد، خاصة وأن هذه المباراة يحضرها مثل شيخ القرية، شيخي القرية، وأيضا بعض من لهم من الأعيان من لهم يعني سابقة في هذا الجانب. فنتمنى أن يكون الجميع يعني حاضرا، ونسأل الله التوفيق للجميع. وأكرر